نظن باللي خلاص الامور تحس نسينا المباراه اللي فاتت. دوك حاليا عندنا مباراه مهمه ومباراه كاس، نعرفوا باللي مباراه كاس ما تشوفش الخصم ولا النيفو اللي راهو فيه الخصم. مباراه كاس تقعد مباراه كاس، احنا راح نحضروا لها كما ينبغي. اللاعبين راهم موجودين، راهم محضرين، حابين يروحوا الابعد عاد حد ممكن في هذا الكاس هذه، لانه حلاوه الكاس وعندها طعم خاص. نظن امام الجمهور القسنطيني متشوق لهذا الكاس ان شاء الله، لما لا.